السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد. في تاريخ 26 أغسطس من سنة 2020 كان في جد مستني بنتين من أحفاده علشان يجوا للبيت زي ما كانوا متعودين إن هم بيروحوا له كل يوم، ولكن البنتين في الوقت ده كانوا متأخرين جدا لدرجة إن الجد قلق عليهم، وعلشان كده بعت أختهم الصغيرة واللي كان في الوقت ده عمرها 6 سنوات وكانت مقيمة معاه في البيت خلاها تروح لبيت الأسرة علشان تشوف إخواتها اتأخروا ليه. والبنت بالفعل هتروح وهتخبط على الباب، ولكن مفيش أي حد هيفتح لها. هترجع مرة تانية لبيت الجد وهتاخد نسخة من المفاتيح الاحتياطية اللي كانوا البنات بيحتفظوا بيها عند جدهم. البنت لما هتوصل للبيت وهتفتح الباب وهتدخل لجوه البيت، كل السكان والجيران في المنطقة هيسمعوا البنت وهي بتصرخ بصرخات فزع وخوف، ولما هيدخلوا علشان يعرفوا البنت بتصرخ ليه هيتفاجئوا بمشهد ما كانش أي حد يتوقع إن هو يشوفه. علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. بتدور أحداث حكايتنا في مصر، وتحديدا في محافظة قنا في مركز قوس، في قرية صغيرة اسمها جزيرة مطيرة. هناك كان عايش أسرة مكونة من أب وأم وتلات بنات. الأب كان اسمه حسن فتحي خطاري وكان بيعمل كصياد. دخله ودخل الأسرة ما كانش ثابت وكان بيكسب قوت يومه يوم بيوم. حياة الأسرة كانت سعيدة وهادية وما فيهاش أي شيء مثير للاهتمام، لحد ما زوجة حسن هتتعب بشدة وهيكتشفوا إنها مريضة بالسرطان. في الوقت ده أكبر بنات حسن كان اسمها نهى وكان عمرها 14 سنة، والوسطى كان اسمها نورهان وعمرها 13 سنة، وأصغر البنات كان اسمها ريهام وكان عمرها 4 سنوات. بعد مرض الزوجة حسن ابتدى ان هو يعمل بالليل وبالنهار علشان يقدر يوفر كل احتياجات الأسرة. ما كانش مقصر معاهم أبدا وكان بيراعي زوجته وبيراعي ربنا فيها، ولكن بكل أسف الزوجة بعد صراع طويل مع مرض السرطان المرض هيهزمها وهتتوفى في سنة 2018. وفي الوقت ده عاش حسن فتحي خطاري هو وبناته الثلاثة، كان بيعمل وكان بيوفر احتياجاتهم، ولكن كان في راسه فكرة بأن هو يتزوج مرة تانية علشان يجيب أم بديلة لبناته، وخاصة لأن حسن كان شايف أنه هو صغير في السن على أنه هو يترمل في سن زي ده، وكمان كان نفسه أنه هو ينجب ولد علشان يشيل اسمه. بعد وفاة زوجة حسن كان بيروح علشان يعمل في أسوان، وتحديدا كان بيروح علشان يصطاد في بحيرة ناصر، وهناك هيتعرف على سيدة واللي كان اسمها فوزية، هيعجب بيها وهيحبها وهيقرر ان هو يتزوج منها. بعد ما تم الزواج من فوزية وحسن فاجئته فوزية بانها مش حابة تروح تعيش في القرية مع بناته، وانها حابة تفضل في اسوان لان حياتها هناك كانت مستقرة وكانت قريبة من اهلها. وحسن في الوقت ده ما كانش يقدر يرفض اي طلب لفوزية، وعلشان كده قرر ان هو يستقر معاها في اسوان. في البداية كان بيتردد على بناته وبيروح وبيجي ليهم، ولكن مع مرور الوقت ابتدى ان هو يلتفت لحياته وان هو ينسى بناته تماما. طبعا مش محتاجة اقول لكم قد ايه ان ده قرار خاطئ واناني جدا من الاب، وكمان اناني من زوجة الاب. ازاي تقرر انها تاخد اب من بناته في حين ان هو من الاساس سبب زواجه منها ان هو يوفر لهم ام بديلة؟ على اي حال هو ده اللي حصل، وحسن قرر ان هو يلتفت لحياته ويسيبه من بناته تماما. في الوقت ده البنات اللي كان بيرعاهم هو جدهم ابو امهم، وكان بيساعده على رعاية البنات ابنه اللي بيكون خال البنات، واكتر حد في البنات كان الجد والخال بيرعوه رعاية مكثفة هو البنت الصغيرة، واللي زي ما قلت لكم وقت وفاة امها كان عمرها 4 سنوات. التلات بنات كانوا كل يوم بيروحوا لبيت الجد وبيقضوا اليوم تقريبا كله هناك، وما بيرجعوش على البيت إلا بس ساعة النوم، والبنت الصغيرة كانت بتفضل في بيت الجد لأنها كانت مقيمة معاه، واللي كان بيرجع للبيت البنتين الكبار واللي زي ما قلتلكم كان اسمهم نهى ونورهان. وبعد فترة ابتدت نهى تحس إن هما ضاغطين على خالها وجدها في المصاريف، وعلشان كده قررت انها تخرج علشان تعمل علشان تقدر تتكفل باخواتها البنات.
وبالفعل هتروح نهى وتعمل في واحد من مصانع قصب السكر. نهى كانت بتعمل كعاملة باليومية، بمعنى إنها كانت بتتحصل على قوت يومها يوم بيوم زيها زي أبوها بالظبط، ولكن ده كان كافي تماما بالنسبة لها إنها توفر كل احتياجاتها واحتياجات إخواتها، وفي نفس الوقت ما تحسش بإنها عايشة عالة على جدها وخالها. وهتستمر نهى في عملها في مصنع قصب السكر لحد ما هتتم 16 سنة من عمرها. نهى في الوقت ده كانت اعتادت على العمل، والأمر ما كانش غريب أبدا عليها، والجد هو اللي كان بيرعى البنت الصغيرة ريهام لحد ما أتمت 6 سنوات من عمرها، وكان هو اللي بيرعاها في المدرسة وفي كل احتياجاتها. روتين نهى اليومي قبل ما تروح لعملها إنها كانت بتصحى هي وأختها نورهان يتوجهوا لبيت الجد، بتسلم عليه وعلى أختها الصغيرة ريهام، وبتشوف لو كانت محتاجة أي طلبات هي أو جدها، وبعد كده بتسيب أختها نورهان معاهم في البيت وبتروح لمكان عملها. ولما بترجع من مكان عملها بتفضل قاعدة مع الجد لحد ما الليل يليل عليهم، وبعد كده تاخد أختها نورهان يروحوا علشان يناموا في البيت. والموضوع ده كان بيتكرر كل يوم لحد ما هنوصل لتاريخ 26 أغسطس من سنة 2020. في اليوم ده الجد كان صاحي الصبح وكان منتظر نهى ونورهان إن هم يجوا للبيت زي ما كانوا متعودين إن هم يعملوا كل يوم، ولكن في اليوم ده ولا نهى ولا نورهان هيظهروا ولا أي حد هيسمع عنهم أي خبر. الجد في الوقت ده هيلتمس ليهم العذر وهيقول يمكن وراهم أي مشوار، أو إن هم بيعملوا أي شيء، أو في أي حد من أصدقائهم قرروا إن هم يروحوا ويزوروه. هيقعد في البيت، ولكن لما الليل هيحل عليهم والبنتين محدش فيهم ظهر ولا حد سمع عنهم أي خبر، الجد ابتدى إن هو يحس ببعض القلق، وعلشان كده بعت أختهم الصغيرة ريهام ليهم لحد البيت علشان تخبط عليهم وتعرف سر غيابهم. بالفعل ريهام هتاخد بعضها وتروح لحد بيت إخواتها، لأن البيت كان قريب جدا من بيت الجد. هتخبط على الباب أكتر من مرة ولكن مفيش أي حد هيفتح لها، وعلشان كده هترجع مرة تانية ريهام لبيت الجد علشان تاخد نسخة من المفاتيح الاحتياطية واللي كانت نهى ونورهان بيحتفظوا بيها مع الجد. هتاخد المفاتيح وهترجع بيها لبيت إخواتها مرة تانية، وبمجرد ما هتفتح الباب الجيران هيسمعوا صوت صرخات فزع تخلع القلب من ريهام، لأنها شافت مشهد ما كانتش مستعدة ولا متخيلة أبدا إنها تشوفه. الجيران لما هيتجمعوا على صوت صرخات ريهام وهيدخلوا جوه البيت هيتأكدوا بإن اللي حصل جوه البيت ده عبارة عن جريمة بشعة. أفراد الشرطة بمجرد ما وصلهم البلاغ راحوا للمكان فورا، وابتدوا إن هما يحاوطوا المكان كله ويعتبروه مسرح للجريمة. كانوا بيجمعوا من هناك كل الأدلة المحتملة اللي توصلهم بإيه اللي حصل بالظبط في البيت ده. أكتر شيء كان لافت للنظر بمجرد دخولهم للبيت إن البيت كان بسيط جدا، الجدران كانت على الطوب الأحمر، وكانت المعدات اللي موجودة في البيت بسيطة لأبعد الحدود. أول حد قابله وفحصه أفراد الشرطة كانت نهى، واللي كانت مربوطة في السرير في غرفة النوم، وكانوا ملاحظين عليها إن لسانها كان مقطوع، بالإضافة إن حلقها كان مشقوق من الطرف للطرف. ونورهان كانت في الغرفة المقابلة ليها، وكانت هي كمان مربوط ايديها ورجليها ولكنها كانت واقعه على الارض، وكانت هي كمان مدبوحه من الطرف للطرف. اول افتراضيه افترضها افراد الشرطه بما انهم بنتين وعايشين لوحدهم، وارد ان يكون الشخص اللي انهى حياتهم كان داخل البيت اما بهدف السرقه او بهدف الاعتداء عليهم، وكانوا بيفترضوا ان مش شخص واحد قدر ان هو يسيطر على الاختين دفعه واحده، وان وارد يكون اكتر من شخص ارتكب الجريمه. على أي حال علشان أفراد الشرطة يتأكدوا هل البنات دول تم الاعتداء عليهم ولا لأ، كانوا لازم إن هم ينقلوهم للطب الشرعي، وفي الوقت ده كانوا بيجمعوا كل الأدلة وشهادات الشهود وبيعرفوا كل معلومة عن البنتين ولو في أي حد لاحظ عليهم أي شيء. أول شخص طبعا اتكلموا معاه هو الجد، واللي قال إن نهى ونورهان كانوا بنتين في حالهم تماما وكانوا طيبين لأبعد الحدود، ما كانش ليهم اختلاط كتير بالأشخاص اللي حواليهم، حتى الجيران كانت علاقتهم بيهم محدودة جدا. انت امتى اخر مرة شفت البنتين يا عم الحاج؟ شفتهم ايه؟ في العشرين اليوم قبل ما يتوفوا فيه؟ اليوم اللي هيتوفوا فيه هو ما في غير امبارح. انت كنت بتزورهم كتير وكده؟ كنت بتزورهم في البيت كتير؟ هم كانوا يجوا عندنا خلبة، كانوا شو في بيتهم موضوعهم هم ياكلوا ويشربوا عندنا احنا، او هم لهم صالح خالص احنا شايلينهم. طب هم ليهم عداء او مشاكل مع الله ويا المراسل.
وكمان كانوا لازم يتكلموا مع الخال والأب لو في أي حد فيهم عارف أي معلومة وإيه اللي حصل للبنات. الخال كان كلامه متطابق مع كلام الجد وما اختلفش عنه كتير. أما الأب لما ابتدى أفراد الشرطة إن هما يوجهوا له الأسئلة قال لهم إن هو ما يعرفش عن بناته أي حاجة من فترة طويلة يمكن توصل لمدة سنتين. ولما سألوا أفراد الشرطة إزاي أنت ما تعرفش أي حاجة عن بناتك من فترة طويلة كده، قال لهم إن هو سايب مسؤولية البنتين مع جدهم وخالهم وإن هو مطمن عليهم وهم معاهم، لأن هو عمل حياة جديدة وتزوج وما كانش يقدر إن هو يلتزم بالبنات أكتر من كده. بعد كده كان لازم أفراد الشرطة يتكلموا مع بعض الجيران والسكان المحيطين بالبيت اللي كان عايش فيه نهى ونورهان، وابتدوا ان هم يسمعوا بعض طراطيش الكلام كده عن سمعة نهى ونورهان وان هم كانوا ماشيين في طريق خاطئ. بما ان البنتين كانوا عايشين لوحدهم طبعا هيكونوا لقمة سهلة لأي حد يقول في عرضهم وشرفهم أي كلمة هو عايزها، ولكن الكلام ده كان من أشخاص قليلين ومعدودين جدا. أما باقي الجيران والمحيطين بيهم كانوا بيشهدوا لهم بان هم بنات محترمين ومؤدبين وما شافوش منهم أي أمر سيء. كانوا بيرجعوا بيتهم على النوم وكانوا بيقضوا الوقت كله في بيت جدهم. أختهم الصغيرة عايشة مع جدهم والبنت الكبيرة بتعمل في مصنع قصب السكر في المكان، وعمر ما في أي حد شاف حد غريب داخل عليهم البيت أو إن هم ليهم أي علاقة بأي شاب. حصلت امبارح في جزيرة مطير؟ والله الواقع اللي حصلت دي أول مرة تحصل في بلاد في حياتهم حصلت، وبلدنا ناس غلابة وهم البنات دول المجني عليهم ناس غلابة خالص خالص، ناس طيبين وناس يتامى. والدتهم متوفية من أنت؟ متوفية من بدري من قبل سنة سنتين، وسبتهم وابوهم رجل غلبان على باب الله في بحيرة طاري شغال وعليه ديونه، ورجل طيب وناس غلابي وكلنا غلابي. الكلام المتضارب ده خلى أفراد الشرطة يتخلق جواهم شك جديد إن الجريمة وارد تكون بدافع الدفاع عن الشرف. ممكن يكون الأب أو الجد أو الخال سمعوا أي كلام سيء عن البنات وعلشان كده قرروا ان هم ينهوا حياتهم ويغسلوا عارهم بايديهم. في الوقت ده الشرطه لقوا مفيش اي حل غير ان هم يروحوا للمصنع اللي كانت بتعمل فيه نهى البنت الكبيره علشان يسالوا بعض العاملين هناك لو كان ليها اي خلافات مع حد او كان عندها مشكله مع اي حد من العاملين في المكان. وبالفعل هيتوصل افراد الشرطه ان في شاب من العاملين في المصنع واللي حصل بينه وبين نهى موقف قبل يومين اتنين من الواقعه. اللي حصل ان الشاب ده كان بيتعرض لنهى بصوره فجه وكان بيتقرب منها جسمانيا بطريقة مبالغ فيها، وعلشان كده نهى لما حست ان هو تعدى حدوده معاها قررت انها توقفه عند حده. ولما حاولت انها تمنعه ان هو يقرب لها بالصورة دي هو ما التفتش لكل كلامها، وعلشان كده لقت ان مفيش اي حل غير انها تضربه بالقلم على وشه. وكل الكلام ده حصل قدام كل العاملين في المصنع. طبعا الشاب اخذ الموضوع على كرامته وتوعد لنهى قدامهم كلهم ان هو هيرد لها الالم اللي اديتهوله الطقطقين. وبما ان المشكله دي حصلت قبل يومين اتنين من واقعه انهاء حياه نهى ونورهان كان لازم ان افراد الشرطه يقبضوا على الشاب ده لانه بكل تاكيد مشتبه فيه ومشتبه فيه بقوه. افراد الشرطه في استجوابهم للشاب ده كانوا بيسالوه عن المكان اللي كان موجود فيه وقت ارتكاب الجريمه، ولكن الشاب ده قال لهم ان هو كان عنده حجه غياب قويه وبالفعل كان موجود في مكان كان عليه شهود متعددين واللي كلهم راحوا وشهدوا ان الشاب ده كان موجود معاهم. وقال الشاب ده لافراد الشرطه ان الكلام اللي كان بيقوله لنهى كان كلام انفعالي وان هو بس كان حاسس بالاهانه، ولكنه عمره ما كان يفكر ابدا ان هو ينهي حياتها وحياه اختها بالصوره البشعه دي. افراد الشرطه في الوقت ده افرجوا عن الشاب ولكنهم كانوا حاطينه تحت عينهم لانهم كانوا برضه معتبرينه كمشتبه فيه، وده برغم من حجه غيابه. كمان كان في شخصين من سكان القريه واللي كان عندهم سجل اجرامي، افراد الشرطه جابوهم وحققوا معاهم وهم كمان كان عندهم حجه غياب قويه وما كانش ليهم اي علاقه باللي حصل لنهى ونورهان. وبما ان مفيش اي شخص مشتبه فيه بقوه قدام افراد الشرطه في الوقت ده وكل شخص بيشتبهوا فيه بيلاقوا ان هو بريء وملوش اي علاقه بالموضوع، قرروا ان هم يرجعوا للبيت مره تانية يحاولوا ان هم يدوروا على اي بصمات او اي ادله، ولكن ما كانش فيه اي دليل يوصلهم بالجاني. وكمان افتراضيه افراد الشرطه في الوقت ده بان اللي حصل كان بدوافع السرقه اتبخر تماما، لان المكان من الاساس ما كانش فيه اي حاجه تتسرق وما كانش مسروق من البيت الا تليفون نهى وتليفون نورهان. اي شيء تاني ما كانش مسروق ابدا، لان زي ما قلت لكم البيت كان بسيط لابعد الحدود. ده غير ان نهى كانت بتكسب قوت يومها يوم بيوم، بمعنى انها عمرها ما يكون معاها مبلغ ضخم في البيت لدرجه ان في حد يطمع فيه ويروح يسرقه.
تقرير الطب الشرعي في الوقت ده كان تم إصداره، واكتشفوا إن نهى ونورهان ما تمش الاعتداء عليهم، وبكده افتراضيتين أفراد الشرطة بدوافع الجريمة ما كانش ليهم أي وجود، وحس أفراد الشرطة في الوقت ده بالإحباط وإن الجريمة دي مش هيقدروا يحلوها لأنها بلا أدلة. ولكن هيظهر شاب عمره 16 سنة واللي كان عنده بعض المعلومات المهمة جدا في التحقيقات، والشاب ده كان اسمه محمد الخريجي وكان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما كانش بيتكلم ولا كان بيسمع ولكنه كان بيشوف كويس جدا، وقال لأفراد الشرطة انه شاف امر واللي بيعتبر انه ممكن يوصلهم بالجاني. أفراد الشرطة علشان يفهموا كلام الشاب ده كويس استعانوا بخبير واللي بيتكلم بلغة الإشارة، لأن الشاب ده كان بيجيد لغة الإشارة، وابتدى الخبير إن هو يتكلم معاه علشان يفهم هو بيقول إيه. اللي قاله محمد لأفراد الشرطة في الوقت ده إن هو شاف شاب كان في ترعة من الترع واللي كانت قريبة جدا من بيت نهى ونورهان، وكان ماسك الجلابية الخاصة بيه وكان بيغسلها في الترعة. ولما سألوا أفراد الشرطة طب ما عادي ممكن أي حد إن هو يغسل قطعة من ملابسه في أي مكان، قال لهم ان هو لاحظ اثناء ما كان بيغسل الجلابيه بتاعته ان كان فيها اثار قويه جدا وواضحه للدماء، وان الشخص ده كانه كان بيخفي الاثار دي. ولما سالوه طب انت ليه شاكك انه ليه علاقه بقضيه نهى ونورهان ومقتلهم، قال لهم ان هو شاف الشاب ده اكتر من مره وهو ماشي ورا نهى من المصنع اللي بتعمل فيه لحد بيت جدها، وان الموضوع ده اتكرر اكتر من مره. ولما سالوه هل نهى كانت بتتكلم معاه، قال لهم لا بس انا شفته اكتر من مره وهو بيتتبعها. افراد الشرطه طبعا بما اننا ما عندهمش اي دليل يوصلهم بالجاني كانوا لازم يمشوا ورا اي خيط، وعلشان كده اخذوا المواصفات من الشاب محمد اللي كان عمره 16 سنه وابتدوا ان هم يرسموا رسم توضيحي للشخص اللي كان بيقول ان هو شافه بيغسل جلابيته في الترعه واللي كان بيتتبع نهى. وبالفعل راحوا وعرضوا الصوره دي على الجد وسالوه هل هو قادر يتعرف على الشخص ده ولا لا، والجد في الوقت ده قال لهم ان هو بالفعل قدر يتعرف على الشخص ده، ولكن قال لهم ان الشخص ده مش عايش معاهم في جزيرة مطيرة ولكنه عايش في أسوان. وبمجرد ما أفراد الشرطة سمعوا كلمة أسوان رجع تفكيرهم مرة تاني لحسن أبو الثلاث بنات، لأن زي ما قلت لكم ان بعد زواجه من السيدة فوزية كان قاعد معاها في أسوان، ورجعت الاحتمالية مرة تانية بأن الأب وصل له بعض الكلام عن سمعة وشرف بناته وإن هو راح وأنهى حياتهم أو إن هو أرسل شخص علشان ينهي حياتهم علشان يغسل عاره. ولكن الموضوع مش كده، أفراد الشرطة لما هيتعمقوا أكتر هيعرفوا إن الشاب ده بيعمل في أسوان في نفس المنطقة ونفس المكان اللي بيعمل فيها حسن أبو التلات بنات. أفراد الشرطة بما أنهم حددوا هوية الشخص ده راحوا لأسوان قبضوا عليه وابتدوا أن هم يحققوا معاه. الشاب ده كان عمره 27 سنة وكان اسمه مجدي محمد، وخلوني أقول لكم أن من بداية استجواب مجدي هو ما تعبش أفراد الشرطة إطلاقا، من بداية ما وجهوا له أول سؤال هو أقر واعترف بكل شيء وقال أنه بالفعل هو الشخص اللي أنهى حياة نهى ونورهان، وابتدى ان هو يسرد على افراد الشرطه الدوافع والاسباب وايه اللي حصل بالظبط يوم الواقع. مجدي كان بيقول ان هو كان معجب بنهى وكان عايز يتزوج منها، وكان بيحاول دايما ان هو يتقرب منها، وعلشان كده كان بيوصل لجزيره مطيره وبيحاول ان هو يتتبعها من المصنع واللي كانت بتعمل فيه لبيت جدها، ولكن نهى كانت رافضه تماما انها تتكلم معاه، وكانت رافضه فكره الزواج من الاساس لأنها في الوقت ده كانت شايفة إنها لازم ترعى إخواتها وإنها مش فاضية أبداً إنها تشغل دماغها بالزواج وتكوين أسرة. وبالرغم من إن نهى وضحت إنها مش حابة ترتبط ولا حابة إنها تتزوج، إلا إن مجدي فضل على أمل إن هو يرتبط في يوم من الأيام بنهى وإنها توافق على الزواج منه، وفضل يحبها حب من طرف واحد. وفي يوم في شخص بيعمل في المصنع اللي بتعمل فيه نهى واللي كان صديق لمجدي راح ووصل ليه الأخبار بإن نهى في إعجاب ما بينها وما بين شاب بيعمل معاها في المصنع وإنها ممكن تتزوج منه. مجدي بمجرد ما سمع الكلام ده جن جنونه، قرر إن هو يروح وينتقم من نهى، برغم من إن نهى ما وعدتوش بأي شيء ولا كانت بتلمح ليه بإنها في يوم من الأيام هتتزوج منه، إلا إنه كان شايف إنها بالطريقة دي هي خانته ولازم إنها تتعاقب على خيانتها ليه. وفي يوم 26 أغسطس من سنة 2020 راح مجدي وفضل قاعد قدام بيت نهى ونورهان استناهم لحد ما يرجعوا من بيت جدهم زي ما كانوا متعودين ان هما بيرجعوا للبيت علشان يناموا. وبعد ما نهى ونورهان دخلوا للبيت
خبط عليهم مجدي الباب. فتحت الباب نهى، وأول ما فتحت الباب زق الباب ودخل عليهم فورا، وكان ماسك في إيده سكينة. مسك نورهان وجابها وحط السكينة على رقبتها وهدد نهى بأنها لو طلعت أي صوت أو صرخت إن هو هينهي حياة أختها. علشان كده نهى فضلت ساكتة تماما، ربط إيدين ورجلين نورهان وكم من بقها ورماها على الأرض. وبعد كده أخد نهى ودخل بيها لغرفة النوم وربطها في السرير. مجدي بيقول إنه أول شيء عمله علشان يشفي غليله من نهى إن هو قطع لسانها وهي على قيد الحياة. انتوا متخيلين قد ايه هو شخص متوحش؟ وبيقول ان هو بعد كده حس ان ناره ما اتطفتش، وعلشان كده قرر ان هو يشق حلقها من الطرف للطرف. وبعد ما انهى حياة نهى كان عارف ومتأكد ان نورهان شافت كل شيء، وانه بالشكل ده لو خرجت وهي على قيد الحياة انها هتبلغ عنه، وكان لازم ان هو ينهي حياتها هي كمان علشان مفيش اي حد يوقعه. وبعد كده رجع لأسوان وكأن شيئا لم يكن، وفضل يتبع الأخبار ويشوف إيه اللي بيحصل في التحقيقات وهل أفراد الشرطة لقوا أي دليل ولا لأ. بالمناسبة مجدي هو الشخص اللي أخد تليفونين نهى ونورهان معاه، لأنه كان بيعتبر إن التليفونين دول ممكن يوصلوهم بأي دليل، وإن هو لما ياخدهم معاه ويتخلص منهم بكده هو يكون أخفى كل الأدلة. وفي تاريخ 22 نوفمبر من سنة 2022 كانت محاكمة مجدي محمد، واللي اتحكم عليه فيها بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي علشان يأكد لهم هل هو يستحق عقوبة الإعدام ولا لأ. وفي فبراير من سنة 2023 تم الحكم رسميا على مجدي محمد بالإعدام، وأعتقد إن هو ده القصاص العادل على فعلته الشنيعة. طبعا دي مش أول قصة نتكلم فيها واللي يكون فيها شخص ما عندوش استعداد إن هو يتقبل الرفض. بعض الشباب بيعتبروا إن هو لما يحب بنت لازم هي كمان تكون مجبرة إنها تقبل بيه وإنها تبادله نفس المشاعر، ولو قررت إنها ترفض المشاعر دي بيشوف إن هو من حقه إن هو يعاقبها، بل وإنه كمان ينهي حياتها. بالفعل مجدي محمد هو اللي أنهى حياة نهى ونورهان، ولكني شايفة إن المذنب الحقيقي هو حسن أبوهم. إزاي يسيب بنات في سن زي ده وهم لوحدهم تماما علشان يروح ويعمل حياة جديدة؟ كان المفروض إن هو يحط شرط من البداية على زوجته فوزية بإن هم يروحوا ويعيشوا مع بناته، أو على الأقل كان أخد بناته معاه. ومن الواضح إن مشكلة فوزية ما كانتش في إنها تروح تعيش في جزيرة مطيرة مع بناته، هي مشكلتها الأساسية هم البنات نفسهم، هي كانت رفضاهم وكانت عايزة تبدأ حياة من الصفر. وبكل أسف حسن قرر إن هو يمشي ورا كلامها وإن هو يبدأ معاها حياة من أول وجديد، ينسى فيها بناته وينسى معاهم مسؤوليتهم. وفي النهاية البنات اللي هو ما حماهمش وطواهم بجناحه خسرهم في لمح البصر من شخص ما يعرفش الرحمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم جمعة واثنين وحكاية جديدة. سلام.